قداس إلهي مهيب ترأسه المدبر الرسولي لبطريركية اللاتيني في القدس رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسبالا. احتفل أبناء الكنيسة الكاثوليكية بالرسامة الكهنوتية للشمسين جوزيف سويس وصقر حجازين في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتيني في الفحيص، بحضور المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن والمطران ماركوتسو وعدد من الأساقفة والآباء الكهنة من الكنيسة الكاثوليكية والمعهد الإكليريكي في القدس وفلسطين والجليل والكنائس الرسولية المختلفة والشمامسة والأخوات الراهبات وأهالي وذوي الشماسين وعدد من فرسان القبر المقدس وجموع من المؤمنين والمدعوين. اهتفوا لله يا جميع الأرض، رنموا لمجسمه واجعلوا تسبيحه مجيدا. هللويا هللويا. وفي كلمة للمطران بيير باتيستا بيتسبالا ألقاها بالنيابة عنه المطران الشوملي، هنأ فيها الشماسين سويس وحجازين متمنيا لهما حياة كهنوتية مباركة في خدمة الرب والكنيسة والرعية، حثا إياهم أن يكونوا على مثال السيد المسيح في المحبة والتواضع وخدمة القريب والبعيد. تعلموا بتواضع يوما بعد يوم أن تحبوا أنتم أيضا مثل يسوع. كونوا قريبين من الغير، لا تدينوا بل اشهدوا بكل كيانكم أن كل موت وكل ألم وكل تعب وكل دمعة يمكن أن تتحول إلى بذار حياة. تذكروا أنه يوجد دائما أمل يجب ألا ينطفئ، وهذا ما يجب أن يشعر به الناس فيكم، ليس بالكلام بل بشهادة حياتكم. أيها العزيزان صقر وجوزيف، الكنيسة كلها ترافقكما اليوم وغدا في رحلتكما الرائعة التي تقوم على خدمة المسيح في الكنيسة بصفتكم كهنته لا بل وأصدقائه المقربين. أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه العظة أبارك لكم جميعا كاهنينا الجديدين، مبروك لكما، مبروك لذويكما، مبروك لعائلة الحجازين والعكشة والسويس، مبروك للبطريركية اللاتينية، مبروك لكل الأبرشية. آمين. أيها الإبناني الحبيباني، قبل ارتكائكما إلى درجة الكهنوت عليكم أن تقرب أمام الشعب أن اسمكما قبول هذه المهمة. فهل تريدان أن تقوم بالخدمة الكهنوتية دوما كمواوينين مخلصين للساقفة في رعاية خراف الرب تحت قيادة الروح القدس؟ هل تريدان أن تحتفل بأسرار المسيح المقدسة وخصوصا الذبيحة الإفكاريستية السيرة المصالحة وفقا لسنة الكنيسة بتقوى وإيمان في سبيل حمد الله وتقديس الشعب المسيحي؟ هل تريداني أن تخدم الكلمة بوقار وحكمة في التبشير بالإنجيل وأرض ألمانيا الكاثوليكي؟ هل تريداني أن تواثب على الصلاح وتطلبنا معنا رحمة لله لشعب الذي سيوكل إليكما؟ هل تريداني أن تتحد أكثر فأكثر بالمسيح الكهن الآدم الذي قدم ذاته عينا لله بذبيحة طاهرة وأن تكرس نفسكما لله معه من أجل خلاص العالم؟ كما قدم الأب الدكتور جمال خضر مدير المعهد كلمة شكر فيها جميع الذين شاركوا في قداس الرسامة، مباركا للكنيسة الكاثوليكية بأبنائها الكهنة الجدد. نشكر كل من حضر اليوم، نذكر بشكل خاص
الضيوف الذين أتوا وخاصة الكهنة وفرسان القبر المقدس من إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة. نشكر جميع الكهنة الحاضرين هنا، إخوتنا، كلنا إخوة، وأفضل علامة على أخوتكم وأخوتنا هي هذه المشاركة في الرسامة، وأفضل استقبال للكهنة الجدد في العائلة البطريركية الواحدة، فهذه معنى حضورنا هنا جميعاً. نشكر الكهنة من الكنائس، من الروم الكاثوليك، من الروم الأرثوذكس، من الكنائس الأخرى، الشمامسة، الرهبان، الراهبات من مختلف الرهبانيات، الأم الرئيسة، رهبانية الوردية. نشكر الكشاف الذي نظم هذا الاحتفال. نشكر جميع الحضور، الترتيل أبدعته في الترتيل أيضاً. نشكر كل من حضر لهذا الاحتفال وساهم به. نشكر حضور عطوفة متصرف لواء ماحص والفحيص. والشكر الخاص والمميز لأبونا عماد علامات ولرعاية الفحيص. أبونا عماد اللي استقبلنا في كنيسته، في بيته، وفتح لنا كنيسته وبيته وقلبه أيضا. شكرا لك أبونا. نرفع الصلاة من أجل الكهنة الجدد، نصلي من أجل الدعوات الكهنوتية والرهبانية. مبروك للأهل ومبروك لبطريركية اللاتين الكهنة الثلاث الجدد، وشكرا. أقسم الرب ولن يندم، أقسم الرب ولن يندم. أنت كاهن، أنت كاهن، أنت كاهن، أنت كاهن، أنت كاهن إلى الأبد، إلى الأبد، على رتبة من في في ختام القداس الاحتفالي انطلق موكب الأساقفة والكهنة إلى ساحة الكنيسة للتهنئة بالكهنة الجدد، متمنين لهم مزيدا من العطاء.